تجيدين ركوب الفرس؟ سأشارك في السباق الغد. صحيح، إذن موعدنا غدا. حسنا، أكد من فوزي. لا تنسى أنني سأفوز يا كوجي. فوزك مستبعد. لماذا؟ حسنا، سأكون الشرف. دكتور أمون، ثبت الشبكة المغناطيسية نحو تيفو أرجوك. الشمال لفوق والجنوب. انتظري هيكارو، لقد خرج لقضاء عمل مهم. كوجي، دعه هو يتكلم. ماذا تقولين؟ الأفضل أن أنسحب. يا للحظ، أتسمعون يا كوجي؟ هيكارو وماريا في خطر. الزهرة الملونة بسبعة ألوان هي الطلسم السحري لكوكبنا. سأسرقها لأصبح حاكمة كوكب الأزهار. حسنا، وصفوك لي بأنك من أمهر الجواسيس، فبرهن لي على ذلك. لن أستطيع جمع ملي من واحد. أيها الأخ، هذا سوف يحضر سوف. أشكر لكم جهودكم، والآن بعدما وصلتم الزهرة السحرية لم أعد بحاجة لخدماتكم. وريح الأرياح، قمي على صوت المغنى. ستة الحبل. طبعا، بالمناسبة ما اسمك؟ سندباد. ما اسمك أنت؟ ها؟ أنا؟ اسمي علي بابا، السيد علي بابا. السيد علي بابا؟ أريد ممارسة التجارة من جديد. لا فائدة من التجارة في هذا البلد الصغير، طموحنا أن نصبح أكبر تجار في العالم. صحيح، فلنذهب من هنا، أنا لا أحب كثيرا هذه المدينة. أرجو من الله أن تكوني بخير يا ست الحزن. تخشى بأن يكون أحد شاهدها وأن الجزيرة قد اكتشفت. إنها قلقة على الجزيرة وما سيحل بنا جميعا. ها هو التحدي الكبير بين اللاعبين بسام وماجد. من هي أجمل مني في هذا العالم؟ ألا توافقني سيد تروف؟ وأنت كذلك زعزوة؟ أوافق على ذلك، ولكن تلك الإشاعة. يقولون إن الآنسة براقة هي الأجمل. مستحيل، لا يوجد من هي أجمل مني، هذا أمر مؤكد. أنك على صواب، لا تهتمي للأمر. إنني موافق. ولكن ماذا تظن؟ من برأيك هي الأجمل، أنا أم تلك الدراقة؟ بالتأكيد الجميلة بشورة هي الأجمل. لكن دراقة شابة جميلة ورشيقة. ماذا؟ هل تعني أنني عجوز؟ لا إطلاقا. إن دراقة لا يمكنها أن تنافسني في الجمال والرشاقة. سرعوف، أليست لديك فكرة جيدة نستطيع أن نفاجئهم بها لنفشل مشروعهم؟ أجل آنسة بشورة، لقد كنت أفكر في هذا الأمر مليا. وبعد سيقول تبدو لذيذة. حقا لذيذة.
يلغون الرابطة الحالية ويقيمون رابطة جديدة يكون محورها الأوغيوكو. لابد أن الأوغيوكو دبروا ذلك أثناء وجودنا في المخيم. أجل، ويقال إن ماجيما قد دفع 3,000,000 ين من أجل ذلك. 3,000,000؟ لا يمكنه التأثير على الرابطة بهذا المبلغ الزائد. ماجيما غبي فعلا. الأوغيوكو في حالة تأهب. أجل، لقد تجمعوا ليلا في المدرسة. إنهم يحاولون القضاء على رابطة منتخب كانتو، ولذلك فهم يتحدوننا. كنت أعتقدهم أكثر فطنة. لكن ألا تعتقد يا شيزون أنه علينا اتخاذ الحذر الشديد الآن؟ لا، لا تقلقي. أوه. كاورو. نعم. ما نحتاج إليه هو فريق عمل جيد. إذا كان فريقنا حازما لن نخشى الأوغيوكو مهما كانت مخططاتهم. أتمنى لو أرى نتائج مخيم التدريب. هيا 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 هيا. لا اسلط شيزون، إنه الطابق الثالث. دعيني. انتبه. انظروا إلى غرفة التدريب هذه، إنها مشابهة تماما لغرفة يجري تجهيزها في مدرسة الكينجيوكو. لماذا؟ سوف تتدربون هناك، لكن أريدكم أن تبدأوا اليوم هنا. حاضر. هل تعتقد أن التغلب على الأوغيوكو أمر سهل؟ هيا حاول مرة أخرى، اعتبر أنني ماجيما وهاشم. هيا. هدفنا تسجيل 40 هدفاً، أي تسجيل هدف في كل دقيقة. نعم. ماذا؟ 40 لقاء صفر؟ ماذا يقصدون؟ يسجل هدفاً كل دقيقة؟ عليك. لن تسجلوا أبداً بمثل هذا الهجوم الضعيف. أيها الثلاثي، استمروا في الهجوم واهزموا الكمال. خذوا. رامي. هل يا ثراث ستكون إصابة للكمال؟ أحسنت رامي. كابتن. تفعل ذلك ثانية. هذه ركلة غير كاملة، لقد أصابت طرف قدم رامي والكرة تتدحرج داخل المرمى المكشوف. لن تستطيع أن تسجل. والآن إصابة لنا. لقد أمسك بها، استطاع علاء أن يصد الكرة. تبا لك.
أنت هنا؟ لقد شاهدت طريقتك بالقفز وضربات قدمك اليسرى وهي ليست جيدة بما يكفي يا رامي. ماذا تعني؟ انظر. راقب كيف أضرب الكرة فوق الرأس. انظر. يجب أن تذهلك ضربات كهذه. دورك الآن. حاضر. يجب أن تتخذ مكانك حينما تقفز وتحدد أين ستضرب. حاضر. فحش! أنت المتوحش! صعلوك! أنت الصعلوك! هيا هيا يا عدنان. ما هذه الثياب؟ ما رأيك؟ ألست وسيمة؟ الآن سيثور عبد عندما لا يجد القارب ويركض محاولا العثور عليه، لكنه لن يجده فليبحث عنه طوال الليل ثم آخذ مكانه بالاحتفال. تقدر أن تأكل ما تريد من الطعام اللذيذ؟ أتمنى لو كنت ابن سيد عبود. لماذا لا يكون أبي رئيس قريتنا هذه يا ترى؟ لأنه يجب أن يكون قويا جدا. يجب أن نعثر عليهم قبل عبد. هيا بنا. أخشى أن يسبقنا عبد. هيا. انتظر قليلا، أشم رائحة، رائحة زرقاء مألوفة، رائحة سنافر. صفحة واحدة. صنفورة، ماذا جرى لك؟ لقد تغيرت، أشعر أن البابا صنفور له ضلع في ذلك. شرشب أيها العجوز اللئيم، لا أعرف ماذا تريد الآن. صديقتي العزيزة، تفرق بين الناس طيبين والناس سيئين فورا. ماذا؟ وإذا على الكلاب بين كلب لطيف جدا. نعم. البحيرة. إنها باردة جدا. هذه نهاية الطريق يا أبي. كيف؟ كان تراعي سنك يا صديقي. إنك لا تفهم، سأظل شابا إلى الأبد. أرجوكما كفا عن هذا. معقول؟ لماذا تضربني ها؟ تعمون، أنت تعمل حقا؟ أنت لماذا لا تستطيع التغلب علي؟ انتظر أيها القط الشرير، انتظر. أنا في حيرة، كيف ينام كل هذا النوم؟ ما هذا؟ هذا ما أريده تماما بالنسبة للوجه. لا تتحرك كعبول، بعد أن أنتهي من هذا سوف أبدأ في صناعة الجزء الميكانيكي. قد انتهى تقريبا. نعم، هذا آخر قسم، لقد انتهيت. إنك ذكي حقا. لقد انتهيت. رائع، فلنجربها الآن. ها؟ لقد سمعت صيحة وحش. ما هو؟ أجبني، حول. هذه ليست صيحة وحش، إنه صوت لونا فقط. كيف تجرؤ أن تسميني وحشة؟ أرنوبي، هل تسمعني يا أرنوبي؟ ألا
وجهه أمامي. أجب توت بري؟ لا لونا لا. اسمعوني، نحن لسنا في نزهة، من نربح الجائزة إن لن نصل إلى نقطة النهاية. قلت إنك متأكد من الفوز؟ أنا لن أتراجع. لا زالت الطريق أمامنا طويلة، لهذا علينا السير المتواصل. واحد، اسمعوا لنا. هيا عودوا هنا جميعكم. لقد استغرقكم الوصول 35 دقيقة. إن الآخرين لا يمشون معي. فكرة، هذا حل للمشكلة، اتبعوني. اتجاه هذا السهم لا يبدو صحيحا. ماذا؟ هذا السهم ليس حيث وضعناه. لابد أن أحدهم قد غير مكانه. ماذا؟ اعتقدت أنه وضع بشكل خطأ. فريق أرنوبي وصل أولا بسبب دقته في قراءة الخرائط وبسبب روحه الرياضية. الفائز هو الفريق با، أرنوبي ومن معه. أرنوبي، ماذا تفعل؟ إنني أصنع شيئا حضاريا. جرام، ما هو؟ عصا إلكترونية. الكتروكونية؟ ستكون متقنة فنيا أكثر من جهاز الإرسال. رائع. هل هذه العصا نسيت التي أخبرتني ميمي عنها؟ ها؟ ماذا؟ كيف تسمين هذه عصا؟ رائع! إنها عصا بجهاز إرسال. أتمنى لو تسميها العصا الإلكترونية يا صديقي. لقد نجحت. مرحبا فريد، أين كنت؟ أرأيت؟ لقد أصبت الكرة، لم أتوقع أن أصبح بارعا بهذه الساعة. هذا رائع يا دبدب. أين الأرنب؟ ارمي. لا، الصخرة أوقفتهما. إذن فكلانا الرابح. تأخرت حافلة المدرسة، ما الذي جرى؟ نعم، الانتظار أغضب منك مهما كان السبب. أنت صديق متفهم جدا يا دبدب. شكرا. والآن أخبرني ما الذي يجري. مدينة الألعاب. ماذا؟